مساء الخير. إذا الآن بالنسبة لنا كنا تطرقنا في الحصة الماضية إلى تلوث الهواء والانعكاسات ديالو. إذا قلنا الآن فما هي الآن الانعكاسات أو مضاعفات تلوث الهواء؟ فيما يتسبب لنا تلوث الهواء خلال ما درسناه في السابق؟ يلا تفضلي. إذا هناك ظاهرة الاحتباس الحراري، أننا الآن تدمير طبقة الأوزون، ثم أننا هناك أمطار حمضية. هذا الآن الاختلالات بثلاثة، ما هي الآثار ديالها على مستوى الآن ثلاثة المستويات؟ حدنا الآثار، ما هي الآن التأثيرات ديالها؟ نعم، كانت الصحة، البيئة، وبالتالي عندنا الاقتصاد. بسرعة في عجالة عطينا الواحد على الصحة مثال لكل حالة من الحالات. الصحة الآن، يلا تفضل. أننا الآن من أهم الأمراض هو الآن الجهاز التنفسي. يلا نواصل. ممتاز، لأننا هناك سرطان للجلد. نواصل. التهاب القرنية العين، ضعف الجهاز المناعي. يلا نواصل. على مستوى البيئة، إتلاف الغطاء النباتي، لأن هناك الآن بالنسبة لنا أحمض الأمطار الحمضية كتعطينا الآن إتلاف الغطاء النباتي، وبالتالي اختلال في التوازن الطبيعي، لأن موت الأسماك، الأشجار، تساقط الأشجار، كل الأشياء. كان إذن الآن ما الحل؟ ما الحلول؟ ما هي الحلول التي الآن يجب القيام بها لنعلم أي مستويات الحلول تحدثنا عليها؟ أنواع الحلول هي البدائل، الأنواع ديالها، التأثيرات ديالها. الحلول قلنا نوعين من الحلول دائما اللي غادي نذكروها. ما هي أنواع الحلول؟ هناك حلول ذات أن أثر، لا توية، أن هذا نوع النشاط. ولكن الحل قلنا أن هناك حلول وقائية حتى لا يقع، حتى نتجنب. ثم الحل الثاني ما هو؟ أننا هناك حلول علاجية. من الحلول العلاجية؟ حتى نقلل من الآثار. مصنع يلوثنا الهواء، ماذا يجب القيام به؟ ولكن مما يكونش عندنا مصنع كنقولوا لا، ما هي الشروط للسماح لهذا المصنع؟ شي بحال بحال. لأننا إما نقول أننا هل الآن ما يسمى عندنا بدفتر التحملات، أو أننا الآن ماذا يقع؟ أو العلاجية. يلا، ما هي الآن الأشياء اللي نقوم بها؟ الأشياء اللي خصنا نقوم بها بسرعة اللي ذكرتوها بالمستوى التدخلات، مستوى التدخلات. الخفض من استهلاك السي إف سي. نواصل. يلا نجرب نجرب بسرعة. ممتاز، نعم. يلا. التلوث، فرض ضريبة اللي الآن ضربت التلوث. استعمال أن وسائل بديلة، لكيف هي الوسائل البديلة التي تكون أقل تلوثا؟ وكيف سمينا الآن الوسائل اللي أقل تلوثا؟ لكي تستعمل ماذا؟ طاقات المتجددة اللي غادي نذكروها. استعمال الآن مثلا الوسائل الآن بالنسبة للسفر، بالنسبة للتنقل، قلنا ماذا نستعمل؟ الوسائل اللي يمكننا نستعملها ما هي؟ أننا ممكن نستعمل مثلا في هولندا كانت تشجع، مثلا تاع الآن هولندا أنها كانت تشجع على من يستعمل الآن الدراجة الهوائية، كانت تعمل هذا، كانت طريقة. أو أننا نستعمل ماذا كوسيلة النقل، أو الوسائل ما يسمى الآن وسيلة النقل الجماعية. بطبيعة الحال شريطة أن توفر فيها شروط النظافة، كل هذه اللي كنا تكلمنا عليها. صافي، متفقين؟ أن ننتقل إلى جزء آخر، وسط آخر اللي تعرض لنا للتلوث. ما هو الوسط بالنسبة الآن؟ الوسط الذي فيه الآن تلوث إذن لنا الآن بالنسبة للوسط التلوث عندنا ماذا نلاحظ؟ هذه الصور، يلا وضعنا تعليق لهذه الصور بسرعة في طلب البحث، تعليق لهذه الصور وطرح لنا تساؤلات. الصور توضح مطارات
الصورة الأولى عند الحق الآن. الآن الصورة الأولى هي هذه، وإن الصورة الثانية اللي موجودة عندنا هنا. يلا تفضل. أن هناك ما اسمه عندنا بماذا؟ مياه الصرف الصحي أو الصرف المنزلي. الصورة الثانية فهي عبارة عن نفايات منزلية طرحها في الأنهار في المياه العذبة. إذا الآن رجعنا نوضع الخطاطة، وضعنا تلوث الماء. يلا في الوسط ككلمة، إذا هناك تلوث الماء. إذا الآن نتحدث على ماذا؟ ما هي الملوثات؟ إذا الآن لا، كان الفرق بين الملوث ومصدره. تابع، نركز أننا الآن إذا مشينا للحالة الفيزيائية للملوث، أننا الآن عندنا جنت الآن الحل الفيزيائي اللي لاحظناه من خلال الصور إبراهيم، أن هناك نفايات صلبة، ملوثات صلبة. والآن الحالة الثانية اللي درسناها ما هي؟ سائلة. ملوثات صلبة، ملوثات سائلة. من خلال الأمثلة اللي موجودة عندنا إلى مشينا سواء الصلبة أو السائلة، ما هي نفس المصادر؟ ما هي هذه المصادر؟ قد تكون أن مواد استهلاكية أي نفايات المنازل، لأن هناك الاستهلاك ناتج عن الاستهلاك، هذا واحد مثال الأول. المثال الثاني الأنشطة الصناعية، واضح أن ملوثات المصانع. ثم أن نعم جيد أن هناك رجع إلى أنشطة فلاحية كمثال أن المبيدات، ممتاز. المبيدات، الأسمدة، هذه نماذج. فهنا يعني لهنا هو غندرسوا بالتفصيل. الان هذا فهمنا الفرق. اذا هناك الفوق ماذا عندنا؟ الملوثات. وهنا الان تحسبنا شنو نوضع مصادر هذه الملوثات بلون مغاير، ممكن بلون مغاير مصادر هذه الملوثات. مصادر الملوثات، يلا رجع الآن ورقة الدرس. نوضع الآن خمسة تلوث للماء، شكرا، خمسة تلوث للماء. خمسة، واحد، معطيات. صور لمن؟ لتلوث الماء. إذن إضافة سواء من هذه الصور أو ما نعرفه نحن كصور أخرى، ما هي أنواع المياه التي تتعرض للتلوث من خلال ما نعرفناه من هذه أو اللي نعرف؟ تفضلي. إذن تفضلي. نعم معذرة. هذه بالنسبة لأن نوع المياه، المياه العذبة. إذا الآن أننا إذا خذينا الماء، أننا الآن ماذا سنجد؟ هناك ما هو عذب، المياه العذبة. عندما قلنا المياه العذبة، أننا الآن عندنا نوعين من المياه العذبة حسب المكان الذي توجد فيه. ماذا عندنا؟ مياه سطحية، ثم عندنا مياه جوفية. هل هناك نوع آخر من المياه؟ طبعا عندنا نوع آخر، ما هي؟ المياه المالحة. المياه المالحة، طبعا تحلل عندنا، موجود عندنا البحار، المناطق الساحلية الآن كلها اللي موجودة عندنا. إذن هذه كلها معرضة بملوثات. يلا سجل هذه الخطط. الآن قلنا من الصور هناك تلوث، ماذا أي نوع من المياه اللي يمكن لها تتعرض للتلوث؟ يلا عطينا جملة اللي يمكننا الآن من خلال هذه الخطاطة ديروا جملة تركيبية. كان يأتي تلوث ما
عن طريق ملوثات صلبة أو ملوثات سائلة. فمن مصادر هذه الملوثات الاستهلاك الأنشطة الصناعية والأنشطة. نعم جيد. كذلك الآن في المياه العذبة قلنا ما هي التي المعرضة سواء تعلق الأمر بين المياه السطحية أو المياه الجوفية. يلا سجلها. تفضل واحد يعطينا جملة، عندنا الجملة حول الخطاطة. هذه الصور اللي لاحظناها قلنا ماذا تعبر؟ يا رب إبراهيم هذه الصور اللي لاحظناها ماذا تعبر لنا؟ تعبر الصور عن تلوث الماء في فهي مظاهر لتلوث الماء. إذا ما هي مختلف المظاهر؟ فين هي الماء الذي يتلوث؟ المياه الصحية والمياه المالحة. نعم المالحة. المياه البحار والمياه المحيطة. جيد. النقطة الثانية ما هي مصادر تلوث هذه المياه؟ كيف ما كان نوعها باش كانت الامكلة تلوث؟ ملوثات صلبة مثل استهلاك الإنسان والأنشطة الصناعية والأنشطة الفلاحية. وانتهينا. يلا إذن هناك الخطاطة إن شئتم نحولها إلى نص. الآن أمامي كأس من الماء، نشاط واضح بسيط. من خلال تعريفنا للماء من في الابتدائي في الروض ما معنى الماء؟ خاصية الماء كنت معروفة عندنا في الابتدائي في الحالة. يلا واحد يعطينا الآن إرجاع بذكرياته الآن التعريف الابتدائي حول الماء. يلا ما هي خاصية الماء؟ تفضلي. فهو سائل. نواصل. ما هي خاصية الماء؟ كانت معروفة عندنا هذه. شفاف. جيد. فهو الآن بدون لا رائحة ولا طعم فيه. هذه الخاصية المعايير ولا لون. هذا هو الشفافية. شفاف. فهو شفاف الآن لا لون له ولا رائحة ولا طعم. إذا الآن عندما نأخذ هذا الكأس شنو هذا؟ فهو ماء. فهو معالج. كيف الآن نعلم الآن نتعلم احنا ونعلم الصغار ديالنا أنه ينتبهون إلى ما يشربون؟ كيفاش غنعلمهم بأننا الآن عندما نتناول كأس من الماء هل يأتي مباشرة؟ بعض الأحيان أننا كنتركوا أشياء سائلة اللي قد تكون مميتة وكيجي الآن طفل وكيشربها. كيفاش ننبهوه اننا الان على التعرف على الماء؟ هل هو صالح ام غير صالح؟ يلا بسرعه باش ما نبقاش في هذه نمر منها. كيف يمكن التعرف عليه؟ نتفقد فاننا نستعمل ما وهبنا الله سبحانه وتعالى اننا من حواس. اذا الحواس ديالنا الى نوظفها. فالحواس اللي الان موجوده عندنا اولا نستعمل الرؤيه لملاحظة هل هو شفاف أم غير شفاف. ثم بعد ذلك قبل استعماله في الفم أن عندما نقربوا إلى الفم ديالي أن الآن الحاسة الثانية اللي ما هي هي الرائحة. إذا كان هناك الآن هناك أشياء رغم يكون قد يكون الآن شفاف ولكن به روائح. والعنصر التالي قبل شرب الماء أننا الآن الحاسة الثالثة وهي التذوق الذوق. هذه المعايير اللي كنعتمدها للتعريف للتعرف على ماء هل هو صالح أم غير صالح. إذن من خلال يلا نوضع تعريف للماء 5-2. نأخذ الماء العذب تعريف للماء المياه العذبة.
صالحة للشرب طبيعة الحال. يلا نبدأ بالتعريف البسيط ومش الآن. يلا تفضلي. ولا لا حلنا الآن تعريف بصوت عالي الماء. يلا والصيغه الكيميائيه ديالو ما هي؟ H2O. لان احنا نفهم لان الان عندما يقول ثلج فهو ثلج حراريه المرحله ديالو، عندما تحت لا بخار الماء فهو بخار ولكنه للماء فتغير من الحاله، لان تحت الماء سائل. الصيغه الكيميائيه ديالو قلنا ما هو؟ H2O. كيف هو؟ قلنا الخاصيه انه يتميز بثلاثه الخاصيات. ما هي هذه الخاصيات؟ عديم الرائحه، شفاف، وبدون ديال هذه الخاصيات ثلاثة. والخاصيات الرتبة على حسب الآن الحواس المستعملة اللي كنستعملها. إذن دائما أننا الآن تواصل في الأسرة ديالي باش ننبه الإخوة الصغار ديالي على الخطورة أنت الآن تتناول كأس من الماء أو أشياء أخرى. لكن انتم الان بالنسبه للمنطقه التي انتم بها، هل الماء له هذه الخاصيات ولكنه صالح للشرب؟ له مذاق اذا الان ولكنه صالح للشرب، هل معنى انه مضر بالصحه؟ كيفاش؟ نعم. هل هو مضر بالصحه؟ لا. كيفاش اننا الان اذا كان مضر بالصحه هل المصالح الان تسمح لنا باش اننا نستعمله؟ لان هناك مصالح اللي كتسمح لنا باستعماله. لكن الان ماذا نقول بالنسبه لنا هنايا؟ ارجع الى ماذا؟ يلا نبحث عن ماذا الوثائق اللي موجوده عندنا. في الوثائق اللي راه موجوده عندكم قسمتوها؟ اذا هناك جوده المياه. ارجع الان الى 5-3 معايير جودة المياه. إذا كانت 5-2 وهو أننا وضعنا تعريف أولي للماء العذب، تعريف الماء، وكان خصني نوضع نرجع الآن إذا متى نقول ملوث، لأن وضعنا تعريف للماء الصالح للشرب. ما معنى ماء ملوث؟ لم يعد صالح للشرب او للاستعمالات الضروريه له. مثلا ماذا وقع؟ تعريف لتلوث الماء. رجع الان كان الناس الان تعريف تلوث الماء. ما معنى تلوث الماء؟ مأمول تغيير في ماذا؟ في خاصياته اما الفيزيائيه او الكيميائيه. من بين الامثله اللي موجوده عندنا، ما هي الامثله اللي موجوده عندنا في التغيير الذي تغير من الماء؟ قد يكون اللون يصبح تعكر الماء، هناك تعكر. اننا الان قد تكون هناك تضاف اليه مواد تغير من ماذا؟ من رائحته او تركيبه الكيميائي.